والله يا الرئيس عبد الفتاح السيسي قابلنا مقابلة أخوية، وأول حاجة رفع الخطاب، قال ده الخطاب اللي موعدينه لي عشان أقراه، وخدته وقال ما حأقراه، أنا حتكلم معاكم كأخ من القلب إلى القلب. وبدأ يتحدث عن تكاليف الحرب وتدمير البنيات الأساسية والتجربة التي عاشوها في مصر، وأنه عشان تعيد بناء ما تم تدميره ستأخذ زمن وستحتاج لأموال، وأنت يعني بادي وأنت محتاج لبناء يعني قدراتك وبناء البنيات الأساسية، زيادة البنيات الأساسية ومعالجة النقص فيها. بعدين قال يا إخواننا أنا داير أقول لكم نصيحة، أخذوها مني أو ما تأخذوها، إذا ما قبلاني لا أعتذر لكم أنا، لكن أنا داير أقول لكم قدموا الوطن على زواتكم، قدموا الوطن على زواتكم، قدموا الوطن على زواتكم. ونهى كلامه بهذه النصيحة بعد ما تحدث مطولا عن مدار الحرب وآثاره، ولا أعتقد أنه كان لقاء موفق، تحدث يعني من قلبه أنه ما يحدث في السودان يؤلم، وقال بالنسبة للسودانيين أنا المسؤولين قالوا لي نحن وظروفنا والأوضاع عندنا وكذا، ودلوقتي 5 مليون، فقال قلت لهم أنت دلوقتي يا أخواننا لو جه واحد هارب وساكيه وحش عايز يفترسه وجاك في بيتك، بتفتح الباب ولا بتقفل وتخلي الوحش يفترسه؟ هذا هو الواقع المواجهين وأخوانكم السودانيين، ولذلك ما عندنا طريقة غير أننا نفتح الباب مهما كانت الظروف اللي احنا بنعيشها في مصر. وده موقف يعني يحمد له ويحمد للشعب المصري هذا الموقف، لأن السودانية في مناطق كثيرة عانوا معاناة كبيرة، بينما في مصر يعيشوا كأنهم يعني في وطنهم يعني.